بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. صدق الله العظيم. صاحب الحوت هو نبي الله يونس بن متى عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى مدينة تسمى نينوى، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب مدينة الموصل. كان يسكنها أكثر من 100,000 إنسان. كان قوم نينوى يتبعون الوثنية وعبادة الأصنام، وكانوا غلاظا في معاملتهم وتجارتهم وبيعهم وشرائهم وجميع مناحي حياتهم، وقد انتشرت بينهم الفاحشة والمعصية بشكل لا مثيل له بين الأمم. فجاءهم يونس عليه السلام ليبلغ رسالة الله إليهم، وقد لبث فيهم 33 عاما يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده. إنه طعام. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي. أنت غريب لست من المدينة، ما اسمك يا سيدي؟ يونس بن متى. نعم أعرفه. لا تبعد عينيك عنه، لاحقوا في الشوارع وحتى في خلوته. لقد لاحقته بالفعل وقد أشفقت عليه كثيرا. ماذا تقول؟ إنه يسير وحيدا طوال الوقت ويتحدث إلى الجميع ولكن لا أحد يستمع إليه، وأظن أن اليأس قد يتسرب إليه قريبا ويتخلى عن دعوته تلك. كيف وصلت إلى هذه الدرجة من الفشل؟ أينما علمتك إياه طوال قرون مضت؟ أنا كنت أخبرك بحقيقة ما رأيت بعيني وسمعت بأذني. هل من حقيقة ما رأيت وسمعت أن تستهين برسالة نبي أرسله الله إلى مدينة يسكنها كل هذا العدد من البشر أيها التعيس؟ هل فكرت من قبل لماذا فضل الله هذا النبي أو أي من الأنبياء دون غيرهم من البشر؟ أنا سأخبرك لعلك تفهم. استمع إلي جيدا. إن أنبياء الله يمتازون بالإخلاص والتفاني من أجل رسالتهم ودعوتهم، ويتحملون ما لا يطيقه بشر لنصرة دين الله. فكيف تنتظر منه اليأس أيها الساذج؟ وكيف تفسر لي أن مدينة بأكملها لم يؤمن منها أحد؟ حتى الآن لم يتبع أحدا يونس بن متى حتى الآن، ولكنك لا تدري ماذا سيحدث غدا أو بعد ساعة. إن الله يقلب قلوب هؤلاء البشر في أقل من لحظة واحدة، فلا تأمن ولا تستهن ولا تستكن أبدا. حسنا لقد فهمت وسأفعل كل ما تأمرني به. راقبه واتني بأخباره فقط، وأنا سأنظر في أمره بنفسي. أيها الراعي، أيها الراعي. ماذا تريد أيها الشيخ؟ هل يمكنك أن تدلني على منزل الرجل الطيب يونس بن متى؟ إنه أمامك مباشرة أيها الشيخ.
خذ بيدي يا بني. لا شأن لي بهذا الرجل، ولا أريد الاقتراب من منزله، ويجب أن تحذر أنت منه أيضا. أحذر منه ولما؟ سيحاول التأثير عليك ويحثك على اتباعه، ويستشهد بأشياء غير مفهومة. الأفضل ألا تعيره اهتماما. أنا أفضل أن أستمع له أولا ثم أقرر بنفسي. على أي حال أشكرك يا بني. هل سمعتم عن دعوة يونس بن متى؟ وحق الآلهة إن هذا الرجل وراءه سر كبير. أي سر يا رجل؟ إنه رجل مخادع، يطمع في المال والجاه، يريد أن يكون سيدا علينا. ويظننا أغبياء، وسنصدقه ونتبعه. أنا لا أظن أن مثل هذا الرجل يطمع فيما تقولون، فهو يدعونا منذ سنوات طويلة ولا يكل ولا يمل عن دعوتنا، وإن كان يريد مالا أو جاها ليأس منا وذهب ليبحث عنه في أرض غير أرضنا. حقا ما تقول، ورغم أن هذا الرجل لم نر منه إلا الصدق والإحسان، ولكن هذا لا يكفي لاتباعه، إنه يطلب شيئا محالا. يريدنا أن نخرج من عبادة أجدادنا ونتبع إلها واحدا لا نستطيع حتى رؤيته. هل تظنون أنه يدعي علينا نبوءته ورسالته ويختلق حديثه عن الله والجنة والنار والعذاب؟ لا، مخادع. أيها الناس، لقد جاءكم يونس بالحق من عند الله، فلا تكابروا وتحيدوا عن الحق وأنتم تعلمون. أنا رجل فقير منكم، ولكني ضرير، وأشكر الله كثيرا على تلك النعمة التي جعلتني أرى صدق يونس بقلبي. ربما لو كنت مبصرا مثلكم لتجاوزته مثل ما تفعلون. إن يونس صادق ولا يريد منكم مالا ولا سلطانا، وقد جئت أبلغكم أن الله قد أوحى إليه أن يعلمكم بأن أمامكم 3 أيام، 3 أيام قبل أن ينزل الله تعالى عليكم العذاب. 3 أيام قبل الهلاك. اعتبروا أيها القوم من أمم قبلكم والتمزوا طريق الحق، طريق النجاة، طريق الخير. فلتهدأ أيها الشيخ، لقد ذهب الجميع. ولو ضللت بينهم قرونا لن يتبعك أحد، وأنت تعلم أن الله أوشك أن ينزل عليهم العذاب بكفرهم وبظلمهم أنفسهم. فانج بنفسك يا يونس. ماذا تنتظر؟ أتريد أن يصيبك عقاب الله وتهلك بين هؤلاء الفجرة الضالين؟ خرج من تلك المدينة الظالمة ولا تعود إليها أبدا. هيا خرج ولا تعد. إياك أن تعود يا يونس. اذهب بعيدا، اذهب ولا تعد. توجهوا إلى الله بالدعاء، فالدعاء قد يمنع القضاء ويرد البلاء،
برحمة وعفو من الله تخلصوا من كبركم واعترفوا بذنوبكم، توجهوا إلى الله يا قوم لعله يستجيب ويغفر لنا. يا الله يا الله، يا محيي يا مميت، يا محيي يا مميت، يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت، يا حي لا إله إلا أنت. ثبتوا البضائع جيدا، هيا أسرعوا، لقد أوشكنا على التحرك. سيدي يا سيدي. خيرا أيها المساعد. هذا الرجل يريد أن يبحر على ظهر السفينة معنا، ولكنها سفينة بضائع وغير مسموح بالركاب على ظهرها. لقد أخبرته يا سيدي، ولكنه قال بأن أحدا لن يشعر به أثناء الرحلة، فهو يقضي وقته في الدعاء والاستغفار، وقال إنه يمكنه المساعدة أيضا. يبدو أنه رجل مبارك، أين يريد الذهاب؟ هو يريد أن يذهب بعيدا من هنا فقط، وليس له وجهة محددة. حسنا سنأخذه معنا، دعه يصعد إلى السفينة. لقد استجاب الربان لطلبك أيها الرجل المبارك، ويطلب منك الصعود إلى السفينة، هيا أسرع. فكوا حبال السفينة واستعدوا للإبحار أيها الرجال. أيها الربان، أيها الربان، ماذا هنالك أيها المساعد؟ انظر أيها الربان، إنها موجة عملاقة تتبعها عواصف ليس لها مثيل. أنا لا أصدق ما أرى. أيها البحارة، أوثقوا عقد الحبال على البضائع، واخفضوا الأشرعة كلها، وسدوا فتحات السفينة حتى لا يتسرب إليها الماء. هيا أسرعوا، العاصفة تقترب. لن نصمد أمام تلك العاصفة. لا تيأسوا، وقوموا بما يجب عليكم فعله. إنما غارقون لا محالة. تماسكوا واثبتوا، خففوا حمولة السفينة، وألقوا بكل ما على سطحها من بضائع. هيا لا فائدة يا سيدي، السفينة تغرق. أين الغريب الذي صعد للسفينة؟ إنه بالأسفل يا سيدي. ائتني به بسرعة. كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ لقد انتهت المهلة التي حددها يونس بن متى، وكان عقاب الله على وشك أن ينزل بالمدينة. قد غضبت السماء وثارت الرياح، فماذا حدث؟ أكادوا جد. لقد أعلن جميع أهل القرية توبتهم إلى الله، وندموا على ما فعلوا، ويبدو أن الله قد قبل توبتهم ورفع عنهم العذاب. ولكن هذا لم يحدث لأمم من قبل أبدا أبدا. لقد حذر يونس القوم من قدوم العذاب ولم يستمعوا إليه، وخرج يونس مغاضبا آسفا تاركا القرية ليلقوا جزاءه. لماذا فسد الأمر؟ لماذا فسد الأمر؟ اهدأ يا سيدي، لقد فعلنا ما بوسعنا، ولكن هذا الأمر خارج عن سيطرتنا. الأمر كله بيد الله ورحمته وحبه لهؤلاء البشر. أعلم ذلك، ولكن مدينة بأكملها تعلن التوبة والندم بعد أن كنت أمني النفس بمشهد هلاك الجميع، مشهد لن أنساه حتى قيام الساعة، لن أنساه. هون على نفسك، هون يا سيدي، لقد كسبنا معارك كثيرة مع بني البشر وخسرنا أحدها، دعنا نخطط لما هو قادم. أنا أكره الخسارة والفشل، أكره الفشل، لا يمكنني تحمله أبدا. ألم تقل لنا إنك تقضي نهارك وليلك تدعو إلهك وتسبحه وتستغفره؟ كيف تعتقد الآن أن هذه العاصفة العاتية
قد أرسلها الله علينا لأنك على ظهر السفينة. بل ذكر أنه نبي أيضا أرسل لقوم كذبوه ولم يتبعوه. إذن ادعو لنا ربك كي يبعد عنا هذه العاصفة. فأنا أشعر أنك رجل صالح وصادق، لا تتوقف عن الدعاء. عجبا، كيف ستهدأ العاصفة عندما نلقي بك إلى البحر؟ ماذا تقول أيها الرجل الصالح؟ لا لا، هذا لن يكون، لن نلقي بك إلى البحر ويصيبنا السخط وتهلكنا اللعنات ما حيينا، لن يكون أبدا. أنت فقط تريد أن تضحي بنفسك لأجلنا أيها الرجل الصالح. أيها الناس استمعوا إلي، يبدو أن الله قد أرسل علينا تلك العاصفة بسبب ذنب لأحدنا على ظهر هذه السفينة، وأنا أرى أن نستهم جميعا لنعرف من هو هذا الرجل ومن سيخرج السهم عليه يلقي بنفسه راضيا في البحر، لعل الله يغفر له ويتوب عليه ويمنع عنا الهلاك. هل توافقونني فيما أرى؟ نعم نعم أيها الربان، لنستهم. نوافقك أيها الربان. وأنا أرى أن نستثني هذا الرجل الصالح، فهو ضيف كريم ونبي صالح، ولا يجب أن يشاركنا الأمر. نعم أيها الربان. إنه يرفض أن يتم استثناء سهمه يا سيدي ويصر على المشاركة. عجيب أمر هذا الرجل، ائتني بالسهام أيها المساعد. يا نبي الله يونس، افتح الباب يا نبي الله، فأنا أحمل إليك أخبارا سارة. لا فائدة أيها الشيخ، لقد غادر نبي الله يونس المدينة. ها؟ ماذا تقول؟ متى حدث هذا؟ لا ندري، ربما في الصباح. معه كل الحق أن يغادرنا، لقد كذبناه وظلمناه وظلمنا أنفسنا. لقد تحملنا كثيرا سنوات طوال، يا ويلنا يا ويلنا. لماذا تعجلت هجرتنا يا نبي الله؟ ترى أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ اقترب أيها المساعد، اقترب واختر سهما. إليك السهم يا سيدي. عجبا، إنه سهم الرجل الصالح يونس. لا، انتظر أيها الرجل الصالح، سنعيد الكرة مرة أخرى بعد أن نقلب السهام جيدا. هكذا هكذا، اقترب أنت أيها البحار واختر سهما. إليك السهم يا سيدي. يا للعجب، إنه سهم يونس للمرة الثانية، تبقت مرة واحدة فقط وسيقفز صاحب السهم بعدها. يجب أن أقلب السهام ثانية جميعها. هكذا هكذا، اقترب أنت واختر سهما. تريث في اختيارك وقل بسم الله رب يونس. هيا هيا، بسم الله رب يونس. لقد اخترت هذا. أرني إياه، هذا محال، إنه سهم يونس للمرة الثالثة. انتظر أيها الرجل الصالح، يمكننا أن نعيد الاختراع مرة أخرى. تريث يا يونس، تريث. لقد قفز في البحر، لم نستطع أن نلحق به ونوقفه. ابتعد عن الحوت يا نبي الله، ابتعد عنه. احذر يا يونس، لقد ابتلعه الحوت، لقد رأيته بعيني وهو يلتقمه في لطف ويسبح به إلى عمق البحر. التقم الحوت نبي الله يونس عليه السلام، وكان أمر الله تعالى للحوت ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، ومكث في بطنه وقتا يعلمه الله تعالى وهو يتنقل به بين ظلمات ثلاثة، قيل إنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذهب به الحوت يجوب البحار ويشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قرار البحر وظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه، فلما تحركتا سجد مكانه شاكرا لله على نعمة الحياة.
ونادى قائلا: يا رب، اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. ندم أهل نينوى على ما فعلوا في حق نبي الله يونس بعدما قذف الله تعالى في قلوبهم التوبة والإنابة، فبحثوا عن يونس عليه السلام في كل مكان فلم يجدوه، فأتوا الشيخ الضرير فسألوه عما يجب فعله، فأرشدهم إلى طريق التوبة إلى الله، فجمعوا كبيرهم وصغيرهم، إناثهم وذكورهم وحيواناتهم جميعا، ثم جعلوا على رؤوسهم الرماد، ثم أقبلوا على الله في هذا الحال. ورد أنه لما انتهى الحوت بيونس عليه السلام إلى أسفل البحر، سمع يونس حسا فقال في نفسه متسائلا: ما هذا؟ فأوحى الله تعالى إليه أن هذا تسبيح دواب البحر، فسبح يونس وهو في بطن الحوت كثيرا حتى سمعته الملائكة، فقالوا: يا ربنا، إننا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. فقال لهم عز وجل: ذلك عبدي يونس، تعجل أمري فحبسته في بطن الحوت في البحر. فتساءلوا: أهو ذلك العبد الصالح الذي كانت تصعد إليك منه في كل يوم وليلة أعمال صالحة؟ فقال: نعم. فشفعوا له عند الله، فأمر الله الحوت أن يقذفه على الساحل في مكان خال من الأشجار، فأنبت الله تعالى له شجرة من يقطين ذات أوراق كبيرة لتقيه حرارة الشمس وبرودة الهواء، وناعمة على جلده الهش، حتى استعاد عافيته وقرر العودة إلى نينوى. افسحوا افسحوا